أسد الريف، واحد من رموز النضال والحرية في المغرب والعالم. مرحبا بكم في حكاية محمد بن عبد الكريم الخطابي. وليس من المعقول في شيء أن يحرم على المغاربة التمتع بنفس الحرية التي يتمتع بها الأوروبيون مقابل إشباع ذوي الأطماع الاستعمارية التي لا تقف عند حد. محمد بن عبد الكريم الخطابي من مواليد 1882 بأجدير، بالضبط أصله من قبيلة بني ورياغل. الأسرة مثقفة وعندها قيمة علمية وسياسية. الأب ديالو كان هو قاضي القبيلة وهو عبد الكريم الخطابي. خدا البكالوريا في مدينة مليليا وكمل دراسته الجامعية في المرحلة الأولى بجامعة القرويين بفاس قبل ما يمشي درس القانون بمدينة سلامانكا الإسبانية، الشي اللي خلاه يتحدث الإسبانية بطلاقة. السيد خدم في التدريس، في الصحافة، في الترجمة وفي القضاء. إتقانوا اللغة الإسبانية، العربية والأمازيغية خلاته وسيط مثالي بين المستعمر وساكنة الريف، وتم تعيينه سنة 1914 قاضي القضاة بمليليا وعمره 32 سنة. الخطابي كان في هذه المرحلة من دعاة التعايش السلمي مع المستعمر، وكان كيقول أنه ممكن نستفدو من تطور الغرب. من المواقف الإيجابية اللي كانت عنده من المستعمر هي كتاباته الصحفية اللي كيشيد فيها بفتح إسبانيا للمدارس التعليمية لفائدة الساكنة المليلية المسلمة. وكثر من هذا الشيء، الخطابي طالب بالجنسية الإسبانية جوج مرات وبجوجهم ترفضوا. هذا الموقف خلق جدل، بزاف ديال الناس اعتبروه خائن ومتواطئ مع الاستعمار في هذه المرحلة، ولكن في المقابل فئة اعتبرت أنه كان داهية، لأن أحسن طريقة باش تغلب العدو ديالك هو تعرفه، وهذا الشيء اللي دار الخطابي. المهم، علاقته الإيجابية بالمستعمر ما غاديش تطول، بالعكس غادي تقلب 180 درجة بداية الحرب العالمية الأولى. ياك لاباس شنو وقع؟ اولا، السلطات الفرنسيه غادي تتهم الخطابي بالتآمر لصالح القنصل الالماني، لان الخطابي كان كيعبر بزاف ديال المرات على تعاطفه مع الالمان في الحرب العالميه الاولى، وغادي يتحبس لمده 11 شهر سنه 1915 بمليليا. الخطابي فاش كان في السجن دار اكثر من محاوله باش يهرب وكلها فشلات. في مره منهم غادي يقدر يصنع حبل من الثوب ديال الفراش اللي كان كينعس عليه، ولكن مع الأسف كان قصير وما وصلش للأرض. اضطر أنه ينقز، وتم تهرست ليه رجليه ودخل في حالة إغماء. حصلوه حراس السجن ورجعوه للحبس. بعد نهاية الحرب غادي يرجع للقبيلة ديالو، لأنه كان خايف أن إسبانيا تسلمه لفرنسا، وزيد عليها ما بقى عنده ما يدار في مليليا لأن جروا عليه من المنصب ديالو. أما السبب الثاني اللي خلى الخطابي يبدل موقفه من الاستعمار ويبدأ المقاومة الحقيقية، هو تغير عرفاته منطقة الريف، واللي توغلت فيه السلطات الإسبانية كتر في شمال المغرب بجنود وصل عددهم للآلاف. هنا المستعمر غادي يقدم عرض مغري للخطابي، وهو 20 مليون سنتيم. علاش؟ الصفقة كانت بمقابل السماح للإسبان بالتوغل في الريف وتجهيز جيش ريفي يحارب معها. وطبعا الخطابي رفض، لأن اللي فراس الجمل فراس الجمال. هنا الخطابي غادي يتحزم وغادي ياخذ بزمام الامور. البدايه كانت بتوحيد بعض قبائل الريف اللي تقت فيه، لان بيناتنا بزاف ديال القبائل ما تقتش فيه، خصوصا ان في داك المنطقه كانوا نزاعات قبليه. وزيد عليها من جهه ثانيه ما كانوش تايقين فيه، لان السيد برباعه ديال الناس وشويه ديال الاسلحه البدائيه قال لك باغي يغلب اسبانيا. المهم، الخطابي وحد الصفوف وداز المرحلة المقاومة المسلحة، واللي غادي يبتكر فيها طريقة جديدة كتسمى فن الكر والفر، أو ما يسمى بحرب العصابات. غرور الجنرال الإسباني سيلفستري، معرفة المقاومين بتضاريس المنطقة والاستراتيجية المحكمة ديال الخطابي، أعطت انتصار تاريخي في معركة أنوال 21 يوليوز 1921. عند الفجر أعطيت إشارة الانسحاب. انسحب 5000 رجل في حالة من الذعر دون وجود تنظيم مسبق للدفاع عنهم، يجتاحون الجبل تحت أشعة الشمس الحارقة في ارتباك لا يوصف. تحول الوضع إلى كابوس. الخطابي بذكاء تكتيكي استغل نقطة ضعف الجنود الإسبان
المحاصرين، واللي هي اعتمادهم على استهلاك مياه عين عبد الرحمن بوادي الحمام بين إغربين وأنوال. هكا الخطابي وصحابه ركزوا حصارهم على هذا النبع المائي، وهكا حرموا الجنود الإسبان من الماء، قتلهم العطش خصوصا الحرارة كانت طالعة في شهر 7. تصوروا معايا من شدة العطش اضطروا أنهم يشربوا عصير التوابل، الماء العطر وحتى المداد. العقول حجارة، بل وصل بيهم الأمر يشربوا البول ديالهم، كانوا كيلذدوه بالسكر، وهذا شيء على حساب الروايات الإسبانية نفسها. الحصيلة كانت ثقيلة، 19,000 جندي تقتلوا منهم الجنرال نفسه وتقريبا 570 أسير. الجنرال سيلفستري أصلا كان مغرور وخارج فرحان بالفوز دياله في الحرب العالمية الأولى، وكان متأكد من الانتصار على الخطابي وصحابه، حتى أنه كان كيقول أنه ضامن هزيمة الريفيين، وقال أنه غادي يشرب أتاي في بيت محمد بن عبد الكريم الخطابي بأجدير. ساعة مسكين ملحقش. الموت ديال سيلفستري بقات غامضة، بين رواية كتقول أنه تقتل حدا طوموبيلته وهو راجع من المعركة، رواية أخرى كتقول أنه انتحر لأنه مرضاش بهذه الشوهة، والحقيقة يعلمها الله. معركة أنوال كانت صدمة حقيقية لإسبانيا. تصوروا معايا سيدنا أنه حرر تقريبا منطقة الريف كلها من نفوذ الإسباني في الوقت اللي كانت فيه إسبانيا في أوج القوة ديالها، وزيدكم كان من الممكن تحرير مليليا، إلا أنه فضل التراجع على حسب قوله باش يعاود بناء الجيش ديالو وينظم مناطق النفوذ السياسي. ولكن الخطابي من بعد سنوات غادي يعترف بمذكراته أن عدم استرجاع مليليا في ذاك الوقت هو ندمه الكبير، بمرارة قال أن هذا كان خطأ فادح. هكا سيدنا الخطابي ولا بطل قومي. ولكن مباشرة من بعد هذا الانتصار وفي خطوة مفاجئة غادي يعلن تأسيس جمهورية الريف 18 تنبير 1921، جمهورية بدستور برلمان مستقل، عملتها الريفان وعاصمتها أجدير. يوم استقلالها 18 تنبير ولا عيد وطني. عدد سكانها كان تقريبا 18,350 نسمة. تشكلت الجمهورية رسميا في 1 فبراير 1923، وطبعا الخطابي هو رئيس الدولة. الخطابي ما كانش فقط خطير وذكي في الحرب، ولكن كانت عنده رؤية شمولية لمفهوم الدولة العصرية، داكشي اللي حاول يطبقه في جمهورية الريف، بحال مثلا المشروع التعليمي. لكن خطوة تأسيس جمهورية الريف كانت نقطة تحول ثانية في حياة الخطابي، للمرة الثانية غادي تنقسم الآراء عليه. فئة شافت أنه انفصالي وأنه كان من الأول عنده مشروع لتأسيس دولة مستقلة على المغرب. فئة أخرى شافت أنه بطل حقيقي وقادر على تحرير المغرب العربي ماشي غير المغرب، وفسرت تأثير الجمهورية الريفية بخطوة ضرورية لإعطاء الشرعية للمقاومة دياله، خصوصا أمام ضعف المخزن وسيطرة فرنسا على كل قرارات الدولة في ذاك الوقت. والحقيقة تقال حتى المستعمر ما قصرش من جهته، وزاد شعلها ما بين الخطابي والقصر. لكن الحلم ديال الخطابي غادي يدمروا التحالف الفرنسي الإسباني، اللي فهموا أن الخطابي عدو حقيقي وأن إلا خلاوه يزيد يتقوى غادي يجري عليهم بجوج. هكا جمهورية الريف غادي تصمد 5 سنين. وثم استعمال وسائل عسكرية محرمة دوليا ومحظورة عالميا، تمثلت في الغازات السامة والأسلحة الكيماوية كغاز الخردل الذي تم إلقاؤه لأول مرة بواسطة طائرات الجيش الإسباني، ولا زالت أثاره بادية حتى اليوم. لكن في 27 مايو 1926، بقوة زادت على 400,000 جندي وبمعدات حربية جد متطورة، طائرات مدفعية وكذلك أسلحة كيماوية على رأسها غاز الخردل، وبمساعدة أعداء من الداخل بحال الجنرال أمزيان ولد المنطقة اللي كان عارف الشدة والفدة على التضاريس وعلى التكتيكات ديال الخطابي، غادي يقدر تحالف الفرنسي الإسباني يقضي على جمهورية الريف، وغادي يستسلم الخطابي تفاديا لمجزرة حقيقية. من أشد الأمور قسوة استمرار الإساءة إلى الضعفاء والفقراء، لقد منعوا جرحانا من تلقي الرعاية ومن إمكانية تخفيف معاناتهم. إن مثل هذا الفعل لا يمكن أن يكون إنسانيا، حتى الحيوانات
لا تفعلوا ذلك. السيد كان قاري القانون، داكشي علاش حتى الاستسلام ديالو غادي يكون ذكي وبراغماتي، غادي يسلم راسه كأسير حرب باش ما يقدروش يقتلوه، لذلك غادي يقتحم واحدة من التكنات العسكرية الفرنسية وهو راكب على الحصان ديالو. العقوبة ديالو كانت نفي الجزيرة لاغيونيون الفرنسية هو والأسرة ديالو. غادي يرافق الخطابي للمنفى الأسرة الصغيرة ديالو اللي كانت كتكون من جوج ديال الزوجات و11 الابن، خمسة ديال الإناث وستة ديال الذكور، هادشي بالإضافة لأفراد الأسرة الكبيرة اللي عاشوا معاه كلهم في المنفى لمدة بلغات 21 سنة. من بعد سنوات في المنفى وتحديدا سنة 1947 فجأة غادي تقرر فرنسا أنها تنقل الخطابي والعائلة ديالو من جزيرة لاغيونيون وتجيبوا لفرنسا على متن باخرة مدنية. في طريقها لفرنسا حطت الباخرة في ميناء بورسعيد بمصر، الشي اللي غادي يستغلوه أنصار الخطابي وغادي يقنعوه بطلب اللجوء السياسي من الملك فاروق اللي طبعا رحب به واعتبر أنه بطل قومي، وهذا الحدث كان صدمة حقيقية للفرنسيين. ما نساوش أن الخطابي ولا رمز للنضال في العالم، نفكركم فقط بموقف شيغيفارا اللي جا عنده حتى لمصر وقال جيت نتعلم منك فن حرب العصابات. هكا الخطابي غادي يقضي بقية حياته في مصر، وغادي يغادرنا 6 فبراير 1963 بلا ما يحقق حلم الرجوع للمغرب. وهكا كانت نهاية أسطورة حقيقية ودرس عطاه هذا الرجل في التضحية والقوة والكفاح. بعد موت الخطابي بزاف ديال الأسئلة بقات متروحة، اولا علاش الخطابي ما رجعش للمغرب حتى من بعد الاستقلال، وعلاش علاقته بقات متوتره مع القصر رغم زياره الملك محمد الخامس ليه في مصر، وعلاش رمز كبير مات وتدفن في ارض واحده اخرى من غير بلاده. سيدنا حكايه محمد بن عبد الكريم الخطابي سالات، لكن حكايات واحده اخرى عاد غادي تبدا.